بسم الله أبدأ في كلامي لي قلت والقاف يا جبر المسمى فتلتهبفت لما حال عني ولا حلت وانحال عني حلت حوله حلت حلته بحيل حل حيله حل حلت حايله عن حيلتي لين حلت على هواي ورغبتي عنه ما ملت على بيض القرطاس قمت وسجلته لولاي في محكم حبالة تعوتلت خطر من هجوسي تطلق حبلته قم يا جبر وصل على الطرس جملت قاف بثر قاف سريع عجلته جزل البيوت بهاجس الشعر حملت سطر وسندها على من قبلته مقرها وعمه لا تجاهلت شاعر وشعر العرم ما جهلت عايل على العايل طويل اللي يطلت على الوفا والكايدة ما ذهلته بين رجال اللي يتكلم تهولت مثل الحصان اللي يجفل صهلته مدغم ابو شيبة اللي يصلت وانجلت مكارم الاخلاق تعرف جبلته مدغم ابو شيبة اللي يصلت وانجلت مكارم الاخلاق تعرف جبلته يصل كتابي لابو شيبة وما شلت بغاية تفسيرها لو وصلت غاية شرف منها تمهنت ومهلت وصبرت لين الحال منها هزلت رفري فالذيب فيها ولحتلت لي صالها والهم فوقي دبلته ذكرت مدغم يوم فيها تبحلت حيثه مقر ومدهل لا دهلت للمستري في ريف برقن اللي أخلت مزنه مراديما تطلقت علتي يطوي سنة برقه لجنبت وشملت وشرق البلاد وغربها معوبلته عليه بعد الله جزمت وتوكلت والأمر عند الله ونرجس هلته يا مدغم المعروف عني لي شلت حمل حملت السرني كان شلت الشيله وشله وانشله نشله شلت يبقالك المعروف والطيب نلته والطيب فهل الطيب باقي ولا زلت ببرجه فهل الوفا ما قفلته واختامها لله سجدت وتقبلت ولا في رب غير ربي قبلته ولا في رب غير ربي قبلته ولا في رب غير ربي قبلته.